بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بيسود ليلا طقس لطيف على كافة الأنحاء مع توقعات بنشاط الرياح. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. بنبدأ بالقاهرة بتسجل 34-20، الإسكندرية 27-19، مطروح 25-17، بورسعيد 28-19، الإسماعيلية 34-18، السويس 33-19، العريش 29-17، طابة 31-20، شرم الشيخ 34-23، الغردقة 33-23، أما الأقصر فبتسجل 36-22، أسوان 37-23، الوادي الجديد 36-23، شلاتين 33-24، حلايب 31-26. الآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.